بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أقسام المعرفة، وتحدثنا عن الضمير القسم الأول والقسم الثاني اسم الإشارة، والآن نكمل الحديث عن أقسام المعرفة على القسم الثالث الاسم الموصول تعريفه، والاسم الذي يحتاج إلى جملة بعده لتحديد معناه، ويطلق على هذه الجملة صلة الموصول. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالاسم الموصول كلمة الذي، وجملة الصلة التي تحدد معناه أسرى. الأسماء الموصولة نوعان، أسماء موصولة خاصة وأسماء موصولة مشتركة. الأسماء الموصولة الخاصة الذي للمفرد المذكر، هو الذي خلق السماوات والأرض. التي للمفرد المؤنث، أفرأيتم النار التي تورون. اللذان للمثنى المذكر، واللذان يأتينها منكم فأدوهما. اللتان للمثنى المؤنث، نمت الشجرتان اللتان غرستهما. الذين للجمع المذكر، إن الله مع الذين اتقوا. اللاتي واللائي للجمع المؤنث، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والفتيات اللائي تحجبنا. الأسماء الموصولة المشتركة، ويقصد بها ما يشترك في دلالتها المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، وهي من، وتستعمل مع العاقل غالبا، أكرم المدير من أخلص في عمله، كرمت المديرة من أخلصت في عملها، كرم المدير من أخلصوا في عملهم. وتستعمل من مع غير العاقل قليلا، كما في قول الشعر السرب القطى، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. ففي الشطر الأول من البيت استعمل من مع القطى وهي غير عاقل، بينما استعملت للعاقل في الشطر الثاني منه لعلي إلى من قد هويت أطير. ما، وتستعمل مع غير العاقل غالبا، قرأت ما أهديتني من الكتب، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وتستعمل ما مع العاقل قليلا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ذا للعاقل وغيره، بشرط أن يتقدمها استفهام بما أو من. ماذا أنزل ربكم؟ ألا إن قلبي لتطاعنين حزينا، فمن ذا يعز الحزين، فمن ذا يعز الحزينا. أي وهي للعاقل وغيره، وهي مبنية على الضم، أكرمت أيهم أفضل. القسم الرابع العلم، تعريفه هو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، كأسماء الآدميين وغيرهم، مثل محمد، مكة، الغبراء، وهي علم لفرس من خيول العرب. أنواع العلم، الاسم وقد يكون مفردا مثل خالد ومحمد وعلي، وقد يكون مركبا تركيبا إضافيا مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز، وقد يكون مركبا تركيبا مزجيا معد يكرب وحضرموت ونفطويه، وقد يكون مركبا إسناديا تأبط شرا وجاد الحق وبرق نحره. الكنية، وهي كل مركب إضافي جزءه الأول أم أو أب، أم محمد، أم كلثوم، أبو بكر وأبو خالد وأبو القاسم. اللقب، وهو كل ما أشعر برفعة المسمى أو وضاعته
كل ما أشعر برفعة المسمى أو وضاعته مثل الفاروق العادل الجاحظ الأعور زين العابدين. الترتيب بين أنواع العلم: إذا اجتمع اسم ولقب قدم الاسم على اللقب لأن اللقب بمنزلة الإيضاح الاسم، مثل عمر الفاروق رضي الله عنه الخليفة الثاني. إذا اجتمعت كنية واسم أو كنية ولقب جاز أن تتقدم عليهما أو تتأخر. مثال الأول: جاء محمد أبو صالح، وجاء أبو صالح محمد. مثال الثاني: أبو حفص الفاروق أمير المؤمنين، الفاروق أبو حفص أمير المؤمنين. النوع الخامس من أقسام المعرفة المعرف بأل، وهو اسم نكرة دخلت عليه أل فتعرف بها، مثل كتاب الكتاب، جامعة الجامعة، مدرسة المدرسة. أنواع للتعريف: أل للجنسية وهي التي يراد بها تعريف النكرة المفيدة للجنس من غير أن تعين أحد أفراده. مثال: صنعت إبريقا من الطين، وخلق الإنسان ضعيفا، أنت الرجل وفاء. أل العهدية وهي أل التي عهد مدلولها بحضور حسي أو علمي. مثال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، إذ هما في الغار اعطني الحقيبة التي معك. أل الزائدة وهي أل التي تدخل على الأعلام وسميت زائدة لأنها لا تفيد العلم تعريفا. مثال: رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهلا. النوع السادس من أنواع المعرفة المعرف بالإضافة، وهو اسم نكرة أضيف إلى إحدى المعارف فاكتسب التعريف. الأمثلة: إن ربك لبالمرصاد، قد سمع الله قول التي تجادلك، أبناء هذه القرية متعاونون، وأصبح فؤاد موسى فارغا، أورقت أشجار الحديقة. كلمة رب في المثال الأول نكرة أضيفت إلى ضمير فأكسبها التعريف، وكذلك كلمة قول في المثال الثاني قد سمع الله قول التي تجادلك أضيفت إلى الاسم الموصول، وكلمة أبناء في المثال الثالث أضيفت إلى اسم الإشارة أبناء هذه القرية، وكلمة أم في المثال الرابع وأصبح فؤاد موسى فارغا أضيفت إلى علم، وكلمة أشجار في المثال الخامس أضيفت إلى المعرف بأل. فهذه الأسماء النكرة في الأمثلة السابقة اكتسبت التعريف بإضافتها إلى إحدى المعارف. أما إذا أضيفت النكرة إلى نكرة مثلها فتكتسب منها التخصيص، كما هو الحال في المثال التالي: اشترى محمد ثوب صوف، فكلمة ثوب نكرة تفيد العموم، فلما أضيفت إلى كلمة صوف وهي كلمة نكرة تخصص عمومها بهذه الإضافة. وكذلك الحال في كل نكرة تضاف إلى نكرة مثلها. الآن نأخذ تدريبات على أحوال الاسم كاملة. عين النكرة والمعرفة من الأسماء التي تحت خط: فاذهب أنت وربك فقاتلا، أنت ضمير اسم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، أرأيت الذي يكذب بالدين، الذي اسم موصول، واجعل لي وزيرا من أهلي، وزير نكرة، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك اسم. بين نوع المعرفة
من الأسماء التي تحت خط فيما يأتي، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. محمد علم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، الذي اسم موصول والحرم معرف بأل. وليس قولك من ذا بضائره، البضائر العرب تعرف من أنكرت والعجم. قولك مضاف إلى الضمير الكاف، من اسم موصول للعموم، من اسم موصول للعموم. استخرج السؤال الرابع الاسم الموصول من الجمل الآتية مع بيان نوعه وصلته، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الاسم الموصول الذي وصلته عليهن بالمعروف الجملة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من بمعنى الذي واستطاع وصلته. إذا لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، أي وأفضل هنا صلة. ربنا أرنا الذين أضلانا، الاسم موصول الذين والجملة الصلة الأضلانا. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، ما والصلة يتمناه. قال النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من والاسم موصول والصلة سلم، سلم. ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة فيما يأتي. ذلك اسم إشارة للقريب، صح عفوا خطأ، ذلك اسم إشارة للقريب إجابة خاطئة. إبراهيم علم مفرد، صحيح. كتاب الفقه معرف بالإضافة، صحيح. أبو حفص لقب، خطأ. زين العابدين كونية، خطأ. إياكما ضمير نصب منفصل، إجابة صحيحة. اختر من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة باء. الاسم الموصول، الاسم الموصول الذي يحتاج إلى جملة بعده لتحديد معناه. المعرف بأل اسم نكرة دخلت عليه أل. اللقب كل ما أشعر برفعة المسمى أو وضاعته. اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه. الاسم النكرة ما دل على معنى شائع في جنسه. الاسم النكرة ما دل على معنى شائع في جنسه. الضمير المنفصل ما له صلة، ضمير المنفصل ما له صورة في اللفظ، ما له صورة في اللفظ. والضمير المتصل ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا، ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا. ضع اسما معرفة مناسبا في المكان الخالي. يؤم الإمام المصلين. إياك أعني. الفاروق عمر بن الخطاب. موسى رسول بني إسرائيل. جاء الطبيب يعالج المرضى. بين نوع العلم من حيث الإفراد والتركيب في الجمل الآتية. أنزلت التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد عليه السلام. العلم موسى وعيسى ومحمد مفرد. فعلبك من مدن
لبنان الجميلة بعلمك مركب مسجي. عمرو بن معدي كرب من فرسان المسلمين مركب مسجي. عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل مركب إضافي. تأبط شرا من صعاليك العرب نشرين مركب إسنادي. هذا، والحمد لله رب العالمين، وسنلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله.